أهلا بيكم. النهاردة هنستكمل مع بعض الجزء الثاني من محاضرة سليفري جلاندز. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات، وياريت ما تحرمناش من اللايك والشير. يلا بينا. المرة اللي فاتت وقفنا عند Classifications of Salivary Gland Disorders. Classifications of Salivary Gland Disorders تقدر تقسمها in general ل Non-Neoplastic Disorders and Neoplastic Disorders، وبعد كده تمسك كل واحدة فيهم وتتكلم عنها. Non-Neoplastic Disorders ممكن تكون developmental، زي مثلا ان البني ادم يتولد ما عندوش سليفري جلاند اصلا، اتريزيا او ابليزيا، سواء كانت absence of سليفري جلاند او absence of سليفري جلاند duct or الاورفيس، ابليزيا or اتريزيا. ممكن يكون عندي appearance inclusion للسب inclusion للسليفري جلاند في الانتيريور ماندبل، او حاجه شهيره جدا وكلنا عارفينها ستافن بونسيست انكلوجن السليفري جلاند في البوستيريور ماندبل، وبالتحديد تحت الانفيريور الفيلار كانال. ممكن تكون الديس اوردرز دي عندي انفلاماتوري، سواء كانت سبيسيفيك او نون سبيسيفيك. سبيسيفيك زي المامبس تيوبركولوزيس، نون سبيسيفيك احنا بنتكلم في اكيوت سابيوريتيف سيالا دينايتس او كرونيك نيكروتايزنج سيالو ميتابليزيا. ممكن تكون الديسوردرز دي عندي اوبستراكتيف نتيجة سيالو لايثيزز حصوة، ممكن تكون تروماتيك، ممكن تكون اميونولوجيك جوجرين سيندروم، ممكن تكون نون انفلاماتوري ديسوردرز سيالا دينوزز نتيجة ميتابوليك هرمونال نيوتريشنال. والنيو بلازما سواء كانت بناين اور ماليجنانس. طيب تعالوا نتكلم كل واحد كده على حدة. لو هنمسك الاول الانفلاماتوري ديس اوردرز، انفلاماتوري ديس اوردرز قلنا بتنقسم الى حاجتين، نون سبيسيفيك انفلاميشنز اند سبيسيفيك انفلاميشنز. نون سبيسيفيك انفلاميشنز عندي زي الاكيوت سابيوريتيف سيالا دينايتس. الاكيوت سابيوريتيف سيالا دينايتس الاسباب بتاعتها ممكن تكون بوست سيرجيكال ديهايدريشن او ريتروجريد انفكشن من الاورال كافيتي، عيان عنده تونسيلايتس وحصل ريتروجريد انفكشن من التونسيلايتس. طيب كلينيكالي العيان بيكون عامل ازاي؟ انا بقول اكيوت انفلاميشن اكيد هتبقى بينفول، dehydration decrease في السليفري secretion، ممكن تلاقي purulent discharge لو عملت milking للسليفري جلاند. طيب اعالجها ازاي؟ او الاول اشخصها ازاي؟ اعمل diagnosis ازاي؟ اكيد لازم اخد history من العيان، clinical examination زي ما شرحنا في المحاضرة الاولى، lab investigations ببساطة العيان ده هتبص تلاقي فيه عنده elevated في الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت، اليوكوسايتوزز. ايه اللي تريتمنت اللي ممكن استخدمها او اعملها مع العيان اللي عنده أكيوت سيالا دينايتس؟ لو الانفكشنز لسه في الايرلي ستيج يعني قبل ما يتكون بس، هنا ممكن ببساطة اخلي العيان يشرب سوائل كتير، هوت فومنتيشن، انتيبيوتكس، انالجيسكس وانتيبيوتكس، اخلي العيان يتناول حاجات تساعده على افراز السلايفا، يرتاح اكيد، يتغذى كويس. وفي حاله انه العيان ببساطه شديده جدا الموضوع فيه مقاومه، يبقى هنا هضطر اني الجأ للانسيجن اند درينج. differential diagnosis، الاكيوت سيالا دينايتس ممكن يختلط عليك الامر ما بينه وما بين السبما ستريك
space infection. طب اقدر افرق ازاي ما بين الاتنين؟ فاكرين في محاضرة الأودونتوجينيك كومبلكس انفكشن لما اتكلمنا على السبماسيتريك سبيس وقلنا ان اي سبيس انفولفمنت ليه علاقة بواحدة من المسلز اوف ماستيكيشن هيكون فيه تريزمس. كمان في السبماسيتريك سبيس انفكشن بيكون فيه باس، لكن لو موجود سبماسيتريك سبيس انفكشن ملوش علاقة بالأورفيس اوف ذا جلاند، وبالتالي there is no pus drainage من الأورفيس. ايضا مفيش elevation للإير لوب. ممكن يختلط عليا الامر ما بينه وما بين المامبس وده viral infection، لكن actually المامبس بيكون غالبا bilateral and there is no pus في الموضوع. chronic recurrent sialadenitis actually في الكورونيك بتكون السبمانديبلر سليفري جلاند هي الأكثر تأثيراً عن بقية السليفري جلاندز. البين بيكون فيها دل ايكينج بين، لكن لو حصل له اكساسيربيشن وحصل اكيوت انفكشن مثلاً أو الموضوع حصل فيه انفكشن لأي سبب ما، هتبص تلاقي البين بيزيد، فيفرش ممكن تلاقيها موجودة، باس اوزنج من الأورفيس أوف ذا داكت. ولو عملنا لاب انفستيجيشن هتبص تلاقي فيه ليوكوسايتوزيس وانكريز في الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت. تقدر تعمل دياجنوزيس زي ما اتفقنا عن طريق الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن. ولو عملنا سيالوجرام هتبص تلاقي فيه السوسج ابييرنس زي ما وضحنا قبل كده، لان الانفلاميشن هنا هتكون في الداكتس اكتر منها في الاسيناي. الكوز بتاعه الكرونيك ريكيرنت سيالادينايتس ممكن تكون السيالولايثيزيس احد الاسباب، يعني اوبستراكشن في الدكت، ممكن تكون ريتروجريد انفكشن، وممكن تكون ديو تو كونجينيتال مالفورميشنز. الديفرنشال دياجنوزز ممكن نفرق ما بينها وما بين الجوجرن سيندروم، والتريتمنت بتاعتنا معتمده على الانتيبيوتيك والانسيجن اند درينج، داكتال دايلاتيشن عن طريق اللاكريمال بروب، واني ماتيريال تساعد على زياده افراز السلايفا اللي هي سيالوجوجز، ميلكينج للجلاند، ريموفال للكوز وده اهم حاجه. ولو الموضوع ساء والجلاند اصبحت فايبروزز هنضطر ان احنا نعمل ادينكتوم. ودي الصوره معايا بتوضح لنا كورونيك ريكيرنت سيال ادينايتس. بعد كده بندخل على حاجه اسمها نيكروتايزنج سيالو ميتابليزيا. الكوزز بتاعه النكروتايزنج سيالو ميتابليزيا هي اكشوالي اسكيميا اند فاسكولار انفاركشن. بلاد فيسلز اللي بتغذي المنطقه دي بيكون حصل لها انفاركشن وبيبتدي يحصل ديد للسيلز وتتكون عند النكروتايزنج سيالو ميتابليزيا. وغالبا بتشوف النكروتايزنج سيالو ميتابليزيا في عيان هيفي سموكرز وغالبا بيكون مريض سكر. كلينيكالي بتظهر كألسر أو سويلينج وبتتواجد غالبا في الهارت بالت على أساس أنه فيرملي أتاتشد الميوكوبروستيوم فيرملي أتاتشد للبون. والتريتمنت بتاعتها هي سيلف ليميتد، بتهيل وذين من 6 ل 8 أسابيع. ممكن تحتاج تعمل ديبرايدمنت للنكروتيك تيشو، ونادرا أن هي يحصل لها ريكارنس. ودي صورة بتوضح النكروتايزنج سيالو ميتابليزيا. بعد كده بنتكلم على السبيسيفيك، وهنا بنقصد بيها مامبس، تيوبركولوزز، ساركودوزز. طيب تيوبركولوزز عادة الانفكشن هنا بتكون في الباروتيد وبتكون غالبا يونيلاترال، ولو الموضوع تطور هتصيب السبمانديبلر والسبلينجوال سليفري جلاند، وبتظهر على شكل فيرم اند نون تندر سويلينج، وبيكون في باس درينج من الفيستولا. هذا شكل عندي لتوبركيولوزيز. طيب اكتينومايكوزز، الاكتينومايكوزز موست كومن موجوده في الباروتيد وفي منها اكيوت اند كورونيك فورم. الاكيوت طبعا هيكون بينفول وفي باس، ممكن تلاقي ألسر
أما الكرونيك هتبص تلاقيه non tender swelling and firm. التريتمنت عندي بيكون antibiotic treatment بيستمر لمدة أسبوعين. أما الساركودوزز فده بيكون related لبالمونري ديزيز وغالبا بيكون bilateral وبيصيب المينور سليفري جلاند والميجور واللاكرمال واللينف نودز والأورال ميوكوزا. ولو أصاب الباروتيد جلاند هيكون عندي زيروستوميا واللارجمنت والعيان فيفرش. تقدر تعمل له دياجنوزز عن طريق سليفري جلاند بايوبسي كافيوم تيست. وزي ما احنا شايفين في الصورة هو ببساطة عبارة عن ان انا بحقن مادة فيها ساركودوزز ديزيز وبتابعها على مدار ايام ابص الاقيها عملت الرينج دي زي ما هو ظاهر قدامي كده. لاب تيست هبص الاقي فيه إليفيشن في السيرم كالسيوم والالكالين فوسفاتيز والاميليز and so on. وهذا صورة بتوضح لي الساركودوزز آسف. بعد كده بنتكلم على المامبس. It's a viral infection والسبب الرئيسي ليها الباراميكسو فيروس أو RNA فيروس. المامبس غالبا بيصيب الأطفال وغالبا بيجي bilateral parotid salivary glands. clinically بيكون feverish painful enlargement. بيبتدي الأول unilateral وبعد كده ممكن تلاقيه بقى bilateral. الانكيوبيشن بيريود بتاعته من أسبوعين لثلاث أسابيع وزي ما قلنا بأنه بيصيب للتشيلدرن في معظم الأحوال من 6 إلى 8 سنين. معدي no purulent في الموضوع مفيش بس. خطورة المامبس في الكمبليكيشنز بتاعته بيؤثر على البنكرياس ممكن يعمل بنكرياتيتس منينجيو انسيفالايتس نفرايتس أوركايتس. لتريتمنت أوف مامبس عادة بيكون سبونتانيوس بيحصل له ريزولوشن من 5 ل 10 ايام واثناء الايام دي بتدي انتي بايريتيك وانالجيسيك وبتساعد على انه ياخد سوائل كتير انتي بايوتيك عشان تمنع السكندري انفكشن. والحمد لله انه تواجد مصل للمامبس اللي هو الام ام ار اللي بيتاخد عشان الميسلز والمامبس والروبيلا. ودي صوره بتوضح لي طفل مصاب بالمامبس. بعد كده بنتكلم على الأوبستراكشن أو الأوبستراكتيف ديسوردرز. وأول حاجة هنتكلم عليها اللي هي سيالولايثيزيس أو سليفري ستونز. السيالولايثيزيس هي فورميشن أوف كالسيفايد كونكريشنز وزين الدكتال سيستم أوف ماينور أور ميجور سليفري جلاند. وغالبا بتحصل في السبمنديبلر سليفري جلاند. وده لطبيعة السبمنديبلر سليفري جلاند دكت ماشي انتي جرافيتي ان هوريزونتال بلين. طبيعه السلايفا اللي بتفرزها السبمنديبلر بتكون ميكسد. الايتيولوجي اوف سيالولايثيز زي ما اتفقنا قلنا ان في نيدس بتتكون دي النواه بتاعه الستون فورميشن. بيبتدي يحصل سليفري ستاجنيشن ديو تو انتي جرافيتي موشن ودي زي ما قلنا عشان كده هي غالبا ما بتحصل في السبمنديبلر سليفري جلاند. طيب بعد كده الساينز اند سيبتومز. بتبص تلاقي العيان بيشتكي من السويلنج والسويلنج ده بيبتدي يزيد اكتر ديورينج الاكل لما يجي ياكل. سيكندري تشينجز ديو تو بلوكج اند ستاجنيشن اوف سلايفا. ممكن يحصل اكيوت انفكشن فتبص تلاقي فيه باس. طيب لو حصل ان في عندي اكيوت انفكشن خلاص زي ما قلنا العيان هتلاقيه فيفرش باس فورميشن سويلنج تندرنس ريدنس. طيب دياجنوزز. الدياجنوزز هيعتمد عندي زي ما اتفقنا على الهيستوري والكلينيكال اكزامينيشن والراديوجرافيك اكزامينيشن تريتمنت. ديورنج الاكيوت انفكشن في السيالولايسيزس فانا هعتمد على السبورتيف تريتمنت زي الانتيبيوتيك والانالجيسيك والانتيبيريتكس. طب وانس الاكيوت فيز سبسايد لازم اشيل الكالكولس. ديفينيتيف سيرجيكال تريتمنت از دان. اما انه اشيل الستون لوحديها او
لو الموضوع كان صعب وسيء وكانت الستون في قلب الجلاند ممكن اضطر ان انا اشيل الجلاند على بعضيها. وده ياخدنا للمانجمنت اوف سيالولايسيسز لو كانت في السبمانديبولار سيليفري جلاند مثلا. الموضوع هنا هيتوقف هي الستون موجوده فين، هل موجوده في الدكت، ولو موجوده في الدكت هل موجوده في الانتيريور هاف مثلا من الدكت، ولا البوستيريور هاف من الدكت، ولا موجوده في الجلاند نفسها. لو الستون ات الاورفيس اوف ذا دكت او الستون ات الانتيريور بورشن اوف ذا دكت فنقدر بسهوله اشيلها اندر لوكال انستيزيا وانترا اورال ابروتش. بدي انستيزيا عادي جدا وباجي بيهايند الستون، ودي مهمه جدا، باخد غرزه اربطها عشان ببساطه الستون ما تهربش مني، واعمل الانسيجن بتاعي واستخرج الستون، وبعد كده بخيط الميوكوزا او ذا دكت وذ اورال ميوكوزا عشان اضمن انه ما يحصلش اديهيجن وبالتالي يحصل بلوكج مره ثانيه. طب لو الستون في البوستيريور بورشن اوف سب مانديبولار دكت، هنا بشيل الستون بس اندر جنرال انستيزيا، وبرضو الابروتش بتاعي بيكون انترا اورال. اما الستونز بتاعتي لو موجوده في السبمانديبولر سليفري جلاند، هنا للاسف بضطر ان اريموف السبمانديبولر سليفري جلاند على بعضيها عن طريق الاكسترا اورال ابروتش. طيب بافتراض بان هذا صوره اهي، بافتراض بان السيالولايسيسز بتاعتي في الباروت الدكت، هذا الصوره الاول قبل ما ننتقل بتوضح لي سليفري جلاند ثيالولايسيسز في السبمانديبولر. طيب لو انا الستون عندي في الباروتيد داكت، لو الستون كانت في الباروتيد داكت بابيلا، فتقدر ببساطه تعمل ميلكينج للداكت او تعمل سبليتنج بالسيزر للاورفيس بتاعه الداكت وتشيل منها الستون. لو الستون موجوده اكسترا جلاندولار او في بارت من الداكت، تقدر تستخرجها انترا اورال عن طريق انك تعمل واي انسيجن وتوسعه بالسيزر وتطلع الستون، او اكسترا اورال ابروتش ثرو بلانتد سيكشن وتحافظ على الفيشيال نيرف. طب لو الستون انترا جلاندولار، هنا للاسف هتضطر بان انت تشيل الجلاند نفسها، تعمل باروتيديكتومي وسفيشيال نيرف بريزرفيشن. والحقيقه ده بياخدنا لموضوع مهم جدا اسمه فيشيال نيرف بريزرفيشن، خلينا نتكلم عنه. في لاند ماركس عندي مهمه جدا عشان تقدر من خلالها تعمل فيشيال نيرف بريزرفيشن. اول لاند مارك عندي هي البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك ماسل، وعندي لاند مارك مهمه جدا ثانيه اسمها تريجل بوينتر، وده كارتيليجينس بارت من الاير، وده بيشير للفيشيال نيرف، بيكون تقريبا تحته وميديال ليه بحوالي من 6 ل 8 مللي. وعندي حاجه اسمها تيمبانو ماستويد سوتشر، وكمان ستايلويد بروسيس، لان الفيشيال نيرف بيكون ماشي لاترال لستايلويد بروسيس. بعد كده بنتكلم على ميوكوسيل زي ما هو واضح قدامنا، او ميوكاس ريتينشن سيست. الميوكوسيل غالبا بتحصل في الماينور سيليفري جلاند، بالذات في الليبس، نتيجه تروماتيك بايتنج من التشيلدرن، يقعد يعمل كده وبيكون شكلها زي ما احنا شايفين كده، سوبرفيشال بلوش ترانسلوسنت فيسل، عاده بتكون بينلس و زي ما انت شايف كده عباره عن سويلنج. طيب لتريتمنت، في معظم الاحوال بتكون سبونتينيوس، بتروح مع الوقت، او لازم تدخل وتعمل لها كومبليت اكسيجن مع الماينور سيليفري جلاند اللي فيها. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها رانيولا، والرانيولا عباره عن ميوكاس ريتينشن سيست، وغالبا بتحصل في السبلينجوال سيليفري جلاند. الرانيولا لو حصلت او لو جت سوبرفيشال للمايلوهايويد ماسل، فبتبان عندي كيونيلاترال سويلنج موجود تحت اللسان، ولما بقول يونيلاترال يعني موجوده على سايد من
الصيدين لأنها غالبا بتكون يولاترال، وده تقدر تميز ما بينها وما بين مثلا الإبيدرمويد سيست لأنه بيكون غالبا في الميد لاين. لونها لو هي سوبرفيشيال للمايلوهايويد بيبقى لونها مزرق، وكلمة رانيولا جاء من الراني اللي هي من الضفدعة الفروج. الفروج لما بتنفخ كده بيحصل لها راني. طيب الرانيولا لو حصلت ديب للمايلوهايود ماسل بيبقى اسمها بلانجينج رانيولا. لتريتمنت اوف ذا رانيولا اما مارسوبيلايزيشن، ولو تكرر الموضوع وحصل ريكارنس بيبقى كومبليت اكسيجن مع السبلينج والسليفري جلاند. وده شكل كده للرانيولا، هذا اللي نقصده بتكون موجوده يونيلاترال، لانه ده احد الديفرنشال دياجنوزز ما بينها وما بين الابيدرمويد سيست زي ما قلنا، لانه غالبا بيجي الدرمويد سيست في الميد لاين. بعد كده بنتكلم على ليتنت بون سيست، وزي ما اتفقنا بان الليتنت بون سيست هو عباره عن انكلوجن للسليفري جلاند في البوستيريور ماندبل، وبيكون غالبا موجود تحت الانفيريور الفيولار كانال، وممكن يتم اكتشافه عن طريق الصدفة لو عيان مثلا بيعمل بانوراما ولا اي حاجة. والتريتمنت بتاعته اكشوالي هو مش محتاج تعمل له تريتمنت، ما تجيش ناحيته. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من محاضرتنا عن السليفري جلاندز، اتمنى حضراتكم تكونوا قدرتوا تستفيدوا منه، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، وارجوك ما تبخلش علينا باللايك والشير. أشوفكم على خير، مع السلامة.